السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع واهلا بالانيقات الجميلات. ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن حال، تنسيقات عصريه وجديده وانيقه ومتميزه. انا تنسيقات، فاذا كنتي مهتمه بموضوع الموضه ما عليك الا تنضمي للقناه وتفعلي جرس التنبيهات باش يوصلك كل جديد اللي كنديروا في هذه القناه. هذا هنايا معنا هذه النوعيه، هذه تاع العبايه كما كتشوفوا معايا، مقبوطه من اليدين، وشوفوا الفصاله ديالها كيف دايره. وهذه كذلك تقريبا نفس الفصاله، فقط الاختلاف هذيك لا سانتور اللي دات في اليدين كما كتشوفوها معايا، وهنا كيبقى نفس الموديل فقط الاختلاف في اللون. فهنا لا فيديو هنايا كيقربكم اكثر للعبايات واللبسات العصريه للمحجبات كذلك. فإلا عجبك الفيديو ما عليك الا تفعلي جرس التنبيهات وديري اعجاب الفيديو. وهنايا معنا هاد التنسيقه هذه اللي هي غزاله ما شاء الله كما كتشوفوها معايا. لاكوستيم ديالها بالفير هو اللي لا كولور توندونس هاد العام، وشوفوها معايا لابسه لا شوميز مع لو بونطالون في لو ميم كولور كما كتشوفوها معايا، ودارت مع سبابات بالفير والفولار حتى هو فيه الفير. وهنايا كذلك شوفوا معايا كوستيم والبونطالون في لو ميم كولور، يعني في البلو، درت معاه شوميز بيض، وشوفوا معايا الفولار اللي لاصقت مع هاد اللبسه هادي. وهنا كذلك كما كتشوفوها معايا، انا درت لا شوميز والبونطالون في الابيض، كوستيم ديالو بالبيض كذلك، وخدات الفولار اللي فيه بزاف ديال اللوينات، وجات هكا تنسيقه غزاله. وهاد التنسيقه هادي كذلك ما شاء الله، هاد اللبسه هادي كما كتشوفوها معايا فيها البليات من التحت كما كتشوفوها معايا، ومقبوطه من اليدين. شوفوا الفصاله ديالها كيف دايره، دايره لا سانتور في الحزام هنايا كما كتشوفوها معايا. هنا فقط الاختلاف في اللوينات. هذا البلوغوا اللي كيعجب بزاف ديال البنات، وهادو كذلك البسات اللي جايه غزاله ما شاء الله كما كتشوفوهم معايا. هادوما لي كولور اللي فيها، شوفوا معايا التنسيقه هذه كذلك، خدات لا شوميز في هاد لا كولور هذه اللي هي غزاله، درت مع لو بونطالون في البيج، وكذلك في كوستيم في الابيض كما كتشوفوا معايا. شوفوا معايا هذه كذلك، هاد اللبسه هذه كيفاش دايره، مقبوطه في اليدين وبلو بونطالون ديالها، فهي كتجي سامبل ولكن كتجي غزاله ما شاء الله. فتقدري ديري معاها لا سانتور وتقدري لا. وهذه عبايه كيفاش دايره في صالتها، شوفوها معايا. فانا لا فيديو كيقربكم اكثر لهاد العبايه هذه كيفاش مخدومه بالنسبه للناس الخياطه. وهنايا اللوينات اللي تقدر تلبسي مع لو فيغ، شوفوا معايا اللوينات. هذا الفيديو هذا كيساعدنا بعض المرات، كتكون عندنا شي بياسه كنبغيو نلبسوها مع شي لون اخر وما كنعرفوش شنو هما الالوان اللي يقدروا يجوا معها. شوفوا معايا هاد اللبسه هذه كذلك كيفاش جايه، شوفوا معايا كيفاش مخيطه. وهذه عبايات، فهادو بزاف ديال التنسيقات اللي نقدروا نعتمدوا عليهم في اللباس ديالنا هنا باش نتعرفوا على الالوان اللي كيجوا مع اللي كيتناسقوا مع اللوينات وحدين اخرين. شوفوا معايا هاد اللبسه هادي اللي جايه غزاله، شوفوا معايا. شوفوا معايا هنايا واحد العبايه اللي هي غزاله ما شاء الله، شوفوا معايا الخياطه ديالها كيفاش دايره. وهنا تنسيقات اخرى،
بالنسبة للمحجبات؟ شوفوا معايا هاد الموديل هذا اللي جبت الطريقه هذه واللي مفصل بهكا. شوفوا معايا فانا على فيديو كيخربكم اكثر لهاد لاغوب هذه. شوفوا معايا هاد العبايه هذه اللي جايه مقبوطه في اليدين. شوفوا معايا عند كتيفات الطريقه ديال الخدمه ديالها وعند صدر كذلك. شوفوا معايا الطريقه ديال الخدمه ديالها. ومن هنا لي زونسومبل ديال هنايا ديال فصل الصيف. شوفوا معايا كيفاش نقدروا نلبسوهم. شوفوا معايا هذا لونسوب لا ميم كولور شوميز ديالو مع لا جيب ديالو. شوفو هنايا معايا شناسقات لا شوميز مع البنطلون ديال الجين. شوفو معايا هاد اللبسه هادي تا هي اللي جايه في لا ميم كولور. جايه لا سانتور هنا في العنق وفي الجنيبات. وخديت لا شوميز ديالها ولبستها مع البنطلون واحد اخر. هنا تنسيقات متنوعة ومتعددة بالنسبة للمحجبات. شوفوا معي هنايا نفس الشوميز لبستها مع التنورة يعني في لون آخر. شوفوا هنا غيرت غير التنورة فقط. شوفوا لبسة جات غزالة. وهذا لونسومبل كما كتشوفوا معايا في لا ميم كولور دار مع فولارات في البيج. هنا كيبقى نفس الموديل تقريبا الاختلاف غير في اللون. وهنا شوفوا معايا الالوان اللي ناسقات مع بعضياتها. هنا كذلك شوفوا معايا خدت غير البنطلون البيض بديت كتغير في هذا في لي شوميز يعني في لا كولور ديال لي شوميز اللي عندنا. وكلهم جايين لبسات زوينين. شوفوا معايا هاد لاغوب هادي. شوفوا معايا الكسيوه هادي كيف جايه غزاله ما شاء الله. شوفوا معايا الخياطه ديالها كيفاش دايره من التحت. كذلك لا سانتور ومقبوطه من اليدين. وهاد العبايه هذه كما كتشوفوها ما هي حتى هي جايه سلطه زوينه ومختلفه على اللي كاين. وهاد اللبسه هذه كذلك جايه غزاله ما شاء الله. فكنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن حال. وكنتمنى الفيديو يعجبكم. فإلا عجبكم ما تبخلوش عليه بالضغط على الزر اعجاب.